حلوه. اي والله حلوه قويه. تصدق لو انا منك شايحين احسن ممثل كوميدي في الكويت. شعوات على فكره انت شابك للصحافه. يا هذا كري لا ذكرني صار خالد. اي والله يعني انت ممكن تصير نجم كوميدي محبوب. صدق عاد صدق انا بغيت ادش مع التمثيل هذا لكن الوالد الله يسامحه عاد ما ادش هالمعهد هذا. اوه حاولت اضحكه مرتين انا قلت له ماكو فايده قال لا تحاول المعهد هذا ان دشيته بيتي تعذرك. ايش دعوه؟ للحين في ناس كذي؟ ايوه ناس خالد ترى الكويت متروسه. رغم الموقف المشرف اللي وقفت الحركه الفنيه في الكويت اثناء المحنه. مو صحيح طبعا الوضع اختلف نوعا ما لكن ما دخله. اي عموما انا اختلف عنك. شلون؟ انا مركز على الصحافه من دراستي في الثانويه. ودشيت الجامعه قسم صحافه. وسيده من الجامعه للصحيفه اللي انا تعلمت فيها. محظوظ. هاي شلون؟ ريالك يبا مو احلى. بريد يا استاذ خالد. شكرا. اي خدمه؟ لا شكرا. شنو لا شكرا؟ والشاي؟ عطنا اثنين شاي. من عيني؟ لا يبا ما نبي من عينيك، نبي من ايديك. حلوه. قلبك ايوه. مو انت منى؟ ايش هو ذاكرتني؟ يا بختي. يا بختي قايله انا الحين. انا كنت بدخل من الباب وشفت ايش طالعه، صدقين ابلا انا وصديقاتي دائما نتكلم فيك. مشكورين ما قصرتوا. وكل ما لقونا الطالبات اللي وياي في الفصل تذكرنا كل اللي حصل في ديرتنا الحبيبه، وزدنا التصنيف واحنا لازم نتعلم وننجح. بارك الله فيكم، الله يكثر من امثالكم. اقول منى؟ خير؟ ايش رايكم تزوروني في البيت؟ اخاف مضايقك. بالعكس ما راح تضايقوني، لا راح تونسوني. ايش رايكم توني يوم الاثنين العصر؟ اول اشوف ليلى وعبير وعندك خبر. على العموم منى كلمي صديقاتك وكلميني في البيت زين؟ عندك قلم؟ اي عندي. يلا نشوف منو اسرع. يلا هات القلم. يلا كتبي. كم؟ 5 و6. يا جماعة الصفحة اللي أنا مسؤول عنها بدأ ينزل مستواها. أنا ما بيكم تكتبون من فراغ. لا، تأكدوا من الخبر بالأول وبعدين كتبوا. لو سمحتوا يعني. والحين تفضلوا على شغلكم. همة همة يا شباب همة. خالد ترى ما له داعي نرفزه. ريح نفسك. يبا ما يصير كله شغل شغل شغل، شوي شوي يبا عط نفسك حقها، ريح نفسك. انت الحين تنصحني. وليش ما انصحك؟ قاصر؟ لا بس يعني شوف يا خالد شوف اسمعني، انا بنصحك. شوف يبا انا ما اقول لك لا تشتغل، لا لا بالعكس ممتاز، انا اهنيك، حرصك هذا على شغلك اهنيك، لكن انت بحاجه للراحه، بحاجه لشغله ترفع عن نفسك، تونس نفسك، لكن كله شغل 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 ما يصير. كلامك عدل، وما دام نصحتني انا هم بنصحك. الضحك واللعب مو كل شيء في الحياه، وحتى الاشياء الجاده متعه، بس مو معناتها يعني ان احنا ناخذ الجديه بعبوس وضيقه خلق، لا. ردينا حق الفلسفه؟ انا ما تفلسف، صدقني انا سعيد في كل شيء في حياتي. انا ما تهمني الا المشكله العامه اللي تهمني وتهم الناس كلها، وهذا اللي مأثر فيني ويأثر في كتاباتي. للاسف وهذا اللي مأذيك انت. شاي. جيب لي شاي مكتبي. اي خدمة؟ لا شكرا. بس ما ابي احد يدخل علي. الكاتب الكبير
الأستاذ خالد. خالص تحياتي. أنا أحد المعجبين بأسلوبك، المتابعين لمقالاتك، المهتمين بالقضايا اللي تتناولها موضوعاتك. ولا أخفيك سراً إن قلت لك أنني أجد فيك القدوة الحسنة والمثل الطيب الذي أقتدي به ونأخذ بآرائه ونعمل على تحقيقه. ولا أعتقد أن أحد من قرائك الكثيرين ينكر دورك في إعادة بناء الأرض الطيبة التي عليها نحيا ومن أجلها نعمل، كل في ميدانه الذي اختاره بمحض إرادته وبدافع من ذاته. لقد اخترت أن تكون صحفيا وأصبحت الصحفي المشهور الذائع الصيت، وأنا وهذه هي المشكلة اخترت السفر إلى الخارج لتكمل دراستي لأحصل على الماجستير والدكتوراه. فاجأني عمودك اليومي الذي تطالبون فيه بالحد من السفر إلى الخارج. أنا معجب بقلمك وأطيعه باقتناع في كل آرائك، ولكن في مسألة السفر إلى الخارج آمل في جلسة معك، وأرجو أن يتسع وقتك لهذه الجلسة. تلفوني رقم 477-2927. خوش طبخه اليوم. بعد عمري مشكور. الا ما قلت لك خالد، ترى انا اتفقت مع البنات انهم يزوروني 3 ايام بالاسبوع. خوش، يعني بتحولين بيتي مدرسه؟ مو هذا اللي انت تنادي فيه؟ ولا شوفك انك هونت. لا هيبة ما هونت، اضحك وياك. حياهم الله، البيت بيتهم والمكان مكانهم، وانا يشرفني ان بيتي يصير مدرسه. لا بس ما شاء الله عليك، شلون عرفني؟ هذه يعني ما يبي لها اي ذكاء، انسان معروف وورك تعرف الجرايد. بس انا اللي مستغرب منه انت شلون عرفني، مع ان انا من جمله قرائك ومعجبينك الوايدين. والله ما ادري، بس عندي احساس انك عادل. اي بس لازم اعرفك على نفسي عدل. بعد المعرفه هذه ابيك تقول لي كل شيء بالتفصيل. اي تفضل، حياك حياك. هلا 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 ليلى. هلا حبيبتي. هلا قوابلة. هلا عبي. اهلا هلا منى. هلا تفضلوا حياكم الله. تفضلوا. ما خالف، هلا ما عندي اعتراض على جامعة الكويت. لا بالعكس، جامعة الكويت عدة خدمات وايدة وخرجت شخصيات مهمة. كلامك صحيح، بس ليش ما تكون انت واحد من الشخصيات المهمة اللي تخرجهم جامعة الكويت، خصوصا وان التخصص اللي تبيه موجود فيها؟ ايه ما خالف، لكن مبدأ التعليم خارج الكويت موجود. ما تنسى متعة السفر، معاناة الغربة، تعلم اللغة من اهلها، هذه كلها مزايا لأهميتها. كلامك صحيح، بس الإنسان لما يتعلم داخل البلد يحس بمشكلاتها، ربما يكون أكثر قدرة على خدمتها. اسمح لي أختلف معاك بوجهة النظر وأقدم لك مثل. تفضل. مصر فيها أعرق الجامعات وأكفأ الأساتذة، وكلياتها وجامعاتها وايدة، مع هذا المصريين قاعد يدرسون برا، ما حد قال شيء. كلامك صحيح، وانا ما عندي اي اعتراض على المبدا، عرفت شلون؟ بس احب اقول لك حتى مصر ما ترسل بعثات للخارج الا للشخص اللي مخلص من الجامعه. وبعدين يا عادل لا تقارننا بمصر، احنا شعب صغير ومحدود،
واذا انت في بالك شيء معين بتسويه هذا شيء راجع لك انت. انا اتكلم من منطلق مصلحه عامه. انا اشوف ان الشباب الكويتيين لازم يدعمون جامعتهم اللي ما لها اي قيمه بدونهم. كلامك صحيح، انا ما قلت شيء، بس لاحظ اني انا ترى مو من الطلبه العباقره، لكن من الجيدين. لذلك انا اقول لك من باب اولى ان اللي عنده استعداد يجتهد وينجح خارج بلده من باب اولى انه يجتهد وينجح داخل بلده. وعلى العموم انا ماني ضد مبدا السفر. هذا شيء واضح، ان شاء الله انا راح افكر بالموضوع بشكل جدي اكثر. على العموم الله يوفقك ان شاء الله. الله يسلمك. هاي يا بنات، ايش رايكم؟ مو خوش فكره؟ فكرة ممتازة، بس أخاف نضايقك. بالعكس يا منى، وين راح تضايقوني؟ إلا راح تونسوني، تيوني ثلاثة أيام بالأسبوع، نراجع مع بعض دروسنا، وأي شيء صعب عليكم أنا مستعدة أشرح عليكم كل وساعة صدر. إنزين أبلة، يمكن زوجك يتضايق. بالعكس يا عبير، زوجي ما راح يتضايق، خالد هو اللي طرح علي الفكرة هذه، وأنا راح أقول حق خالد إنه يعطيكم دروس في الصحافة للي تحب فيكم. أنا قرارة، واضح إنه إنسان طيب جداً. إيش دراج؟ من كتاباته. أنتوا تقرون جرايد؟ شلون أبلة ما نقرأ؟ أكو أحد بالدنيا ما يقرأ جرايد؟ زين وليش معصبة يا عبير؟ اقرأ جرايد، أنا ما كنت جاد أقرأين. المهم يا بنات، أبيكم تبلقون باقي صديقاتكم اللي ما حضروا اليوم، وتقولون لهم، تقول لكم أبلة أمل، أي واحدة فيكم تبتي حياها الله بأي وقت. زين، والمكان؟ إيش فيه؟ تقصدين انه ما راح يكفي؟ اذا ما كفانا المكان نقعد على الارض. زين ابله، ليش ما نفكر ان نستعين مدرستنا او اي مدرسه ثانيه ونخصص لنا اوقاتنا المراجعه؟ خلي هالفكره هذه نناقشها بوقت ثاني يا منى. على العموم نحن الحين متفقين على ان ثلاثة ايام عندي تيوني، يوم السبت ويوم الاثنين ويوم الاربعاء، من الساعه 5 لغايه الساعه 7. مو تغيبون ان شاء الله. ابله Thank you.
تسلمي لك. خالد هذا وانا داخله عليك شوي شوي قطعت عليك حبل افكارك؟ لا ابدا. القهوه وصلت بوقتها. عليك بالعافيه. الله يعافيك. قعدي يا ملابيك شوي. لا عشان تكمل مقالتك. لا خلصت. وراك رحت الجريده يا خالد. اقول لك خلصت الله يهداك، انت فيك تدللي؟ ما تدلل يا خالد، بس هذا حرص على وقتك وشغلك. الحين انت بتعلميني شغلي؟ استريحي بشرب القهوه وياك. ان شاء الله. تصوري يا امل وانا اكتب مقالتي اليوميه احس ان القلم يمشي بروحه بي، يكتب لناس مختلفين وافكار مختلفه عما كنت اكتبها بالسابق. اظن هذا شيء طبيعي بعد اللي صار لنا. بس مو لهالدرجه. انا ما كنت اتصور ان اللي حصل لنا في 2 اغسطس عام 1990 يغير فينا هالمفاهيم هذه. الكتابات صارت مختلفة، التعامل مع الناس صار مختلف، مختلف وايد عن الأول، حتى أفكارنا والأشياء اللي نطرحها على الناس كلها تغيرت. يمكن هذا انتصار الحق، النشوة اللي حس فيها كل كويتي لما نحس إنه مو هو بروحه اللي واقف، إن العالم كله معه، وهذا سبب من الأسباب. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. صحيح لا قالوا ان الكويت اللي اديها ما يسلم. سينا القهوه. يلا اشربها وقول لي ايش رايك. بعد ما يحتاج اقول ايش رايي، عارفها. الله ايش حالاتها. بالعافيه. الله يعافيك. حبيت اقول لك يا خالد ان الاحساس اللي تحس فيه مو بس انت تحس فيه، حتى انا احس بشيء من داخلي، شيء مختلف. احس بمعناه كلمه الكويت تغيرت في داخلي. شلون؟ يا خالد قبل المحنة كانت حياتي روتينية عادية، أقوم الصبح أبدل ملابسي، أركب سيارتي، أروح المدرسة، أدخل المدرسة، أسلم على صديقاتي، نسولف، نتقشمر، نتبادل بعض الأخبار، أدخل الصف، أشرح الدرس، شيء عادي ما يخلى من الروتين. لكن الحين كل شيء تغير، تغير، وأحس بالمسؤولية صارت أكثر وأثقل، بس صارت ممتعة. خالد قبل أدخل الدرس لازم أكون محضرة له، ألم له بعض المعلومات علشان لما تلميذاتي يناقشوني داخل الدرس أعرف شلون أناقشهم بكل ثقة. حتى التلميذات صاروا للأحسن، أحس إنه بدأوا يناقشون، بدأ عقلهم يتفتح، صاروا أكثر أهمية. يا ريت يا خالد الاهتمام هذا والتحسن هذا كان من زمان. الحمد لله، هذا الشيء يسعد كل واحد. اللي صار لنا يا خالد مو سهل. صحيح مو سهل، لكن أنا أعتقد أيضا أنه غير فينا أشياء إيجابية وايد. غيرنا للأحسن إن شاء الله. يلا أستأذن أنا. خالد بالتأخر؟ لا أبدا، بس بوصل المقالة الجريدة وأرجع على طول. يلا على البيت. مع السلامة. يا صابر على الأوجاع هلا يمتل بيدك ودروسك جذور القاع تجسد فيك صبر أيوب. يا صابر على الأوجاع صحيح انك سبع والله وطالع من ظهور اسبع، ما هانت عليك الأرض الخير فيك ما ضاع، صحيح انك سبع يرحمك يا أخوي يا صقر، يا ليتك معانا الحين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا
بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. بس يا أخوي يا صقر الفراق جايد صعب، يا ليتك معنا الحين تشوف الكويت. أنت المفروض تفتخرين فيني. ذمتي فخورة فيك وفخورة بكل شهيد استشهد علشان الكويت. أحس لهم أنهم أخواني أهلي. احنا كتبنا بدمنا صمود الكويت، الحين الدور عليكم أنت واللي عايشين من أهلنا. ابنه والإنسان الكويتي، ابنه الكويت وعمروها من جديد. لازم تكون الكويت حلوة بكل شيء. ممتاز ممتاز، المقال وايد حلو، أهنيك يا أستاذ خالد. شكرا أستاذ خليل، هذه مجاملة منك. وليش المجاملة؟ أصلا ما في مجال للمجاملة، وانت تدري وتعرفني أنا صريح جدا. الأسلوب جديد، الروح جديدة، الموضوع جديد، بعد شنو أحسن من كذي؟ الحمد لله رب العالمين. استريح 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 شوي. تعرف يا أستاذ خالد، احنا الكويتيين اكتشفنا وبصورة مدهشة ان نحب الكويت حب عجيب غريب. نحب ديرتنا حب كبير ما له حدود، ودائما ندور مصلحتها في كل المجالات، وكلنا صغير وكبير بدون استثناء. حسينا بالأخوة لبعضنا البعض أكثر من الأول، بالمحبة لبعضنا البعض أكثر من الأول. حسينا إن الكويت تنولد من يد ويديد. هذا صحيح أستاذ خليل، صحيح. الكلمة الصادقة المخلصة مطلوبة هالأيام، ولهالسبب هذا مقالتك ممتازة. جزا الله الشدائد كل خير. ايه كل شيء ولا الشدة هذه، كانت محنة قاسية، لكن ما نقول إلا الحمد لله رب العالمين. أمل، أفا عليك، ما يصير كذي الله يهداك. تبين اسوي يا خالد؟ احس صقر انه معانا موجود ويانا. بدمه ودم اخوان الشهداء انكتب للكويت ميلاد جديد. توه هو قايل لي نفس المعنى. منو؟ صقر. صقر؟ بسم الله عليك الرحمن الرحيم. صدقني يا خالد، تعوذي من الشيطان الله يهداك. الدرس هذا لازم تعلمينه لطالباتك في المدرسة، درس المحنة. Thank you.
حنا كتبنا بدمنا صمود الكويت. الحين الدور عليكم انت واللي عايشين من اهلنا. ابنه والانسان الكويتي، ابنه والكويت، وعمروها من جديد. لازم تكون الكويت حلوة بكل شيء. الو نعم. هلا هلا عمتي، مساء الله بالخير. بخير الله يسلمك. الحمد لله. اي نعم موجوده. لحظه لو سمحتي. امل. نعم. امك تبيك. خالد يمكن امي تبينا نسير عليهم. الو هلا يمه. شنو؟ الحين تيين وبسرعه. ايش صاير؟ ايش فيكم؟ عسى ما شر. اوف يمه الله يهداك، انت اللي شلعتي قلبي. قولي لي ايش صاير؟ ايش فيكم؟ خرعتيني. يما الله يهداك، يا يما الله يهداك، يعني معقولة أنا يهون علي أخوي إنه يصير في شيء وأنا قاعدة ساكتة؟ إنزين أنت الحين طولي بالك وذكري ربك وأعطيني مساعد خليني أحاجي. شنو؟ بتحاجينا بالتليفون؟ شو هالحكي الماصة؟ الحين تيين وبسرعة، ترى الضغط ارتفع، راتب ينفجر. تعالي واللي يسلم عمرك، تعالي شوف شنو صار. ان شاء الله. حاضر. ما راح اتاخر. مسافة السكة يا يمه، مسافة الطريق. الحين اي ان شاء الله يمه. مع السلامة. خالد شو السالفة؟ ماكو شيء خالد، بس انا اعطيت امي كلمه اني ابين لها وما اخذت شورك. ما فيها شيء، رايي مثل رايك. يا بعد عمري انت. وامك مثل امي. بدام انه كذي يلا عيل قوم خالد مش معاي. اي بس انا اقول يعني لو تروحين لها بروحك اخاف كلمه راس بينكم ولا شيء. ماكو شيء يا خالد، الموضوع كله يتعلق بمساعد ومشاكله، ما تعرفي عن المساعد؟ يعني لازم اروح معاك؟ بالنسبه لي انا لازم، بصراحه ابيك تكون وياي. حاضر، على امرك، تفضلي. يا ربي انا ما ادري شو مسويه بعمري. يا ربي ما يكفي اللي صار. هاي يمه خير. هلا هلا، تعالي شوف اللي صار. زين يا يمه قصري صوتك، خالد معاي. يا حي الله ابو وليد. الله يحييك. شلونك؟ شلونك انت عمتي؟ الحمد لله الله يعافيك، تفضلوا استريحوا، تفضلوا. لا اله الا الله. ها خير؟ عسى ما شر. خلي تشوف. ما اشوف الا الخير. انت ما قلتي له. شو اقول له يمه؟ انت قلتي لي، شو علشان انا اقول له؟ مساعد يا ابو وليد. انزين يمه الحين مساعد وينه فيه؟ صبري انت اول خلينا نفهم شو السالفه الله يهداك. يا خالد اذا على امي ما راح تفهم شيء. مساعد ساك على الدار من البارحه الى الحين. لهذا وقتك. ولا هو راضي ابد، اكل ما عيس ما هو راضي. زين اسمحي لي عمتي اروح له بالدار واشوف السالفه. يلا يلا خلاص. لا لا لا، انت قاعد عند عمتي احسن، انا اتفاهم معاه بروحي. يمه الحين ماكو احد، خالد وراح حق مساعد. قولي لي شو السالفه، ايش في مساعد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بوليد. هلا. ايش فيك عافس نفسك وعافس الوالده معك؟ بعد ما تعرف الوالده؟ اعرفها.
إنسانة عظيمة ربتك أحسن تربية. ما قلت شيء، كل هالكلام على عيني وراسي، لكن ما يصير التحكم فيني لهالدرجة. مساعد، أنت نسيت أن الجنة تحت أقدام الأمهات. كلامك اللي تقوله صحيح، بس أنت اسمع السالفة بالأول وبعدين أحكم. وأنا راهنك بتقول لي موقفك صحيح، لا وبتساعدني بعد، لأنك رجل صحفي ومثقف وواعي. بدأنا بالكلك؟ يعني إذا اقتنعت بكلامي وشفته صحيح ما راح تساعدني على الوالدة؟ إيه بس قول لي شو السالفة أول. بدخل سلاح الطيران، والوالدة الله هداها ما تبيني أنضم للقوات المسلحة، خايفة يكون مصيري مثل مصير المرحوم صقر الله يرحمه. هذه كل السالفة. ايه الحين فهمت، انت معك حق مساعد، والوالدة هم معها حق. الله يهداك يا يمه، خبصتينا وعفستي نفسك على شيء بسيط ما له معنى. الله اقوى. ايه على قولت القايل، النار ما تحرق الا ريل واطيها. وانا صادقه عند ربي اللي سمعك الحين يقول مشكله. يعني كل هذه مو مشكله؟ خلف الله علي وعلى حظي، يعني واحد راح لازم يتبع الثاني؟ انتوا علو ببليسكم ما في قلوبكم رحمه، رحموني انا ام. حسبي الله على ابليسك من نصبي، عسى الله ياخذك وقتك منك. يمه تدعين على مساعد؟ ما ادري من النار اللي شابه في قلبي. يمه بذمتك تضحكين وتوسين، والله العظيم يمه الله يهداك. انت الحين المراه المصليه المسميه اللي ربت عيالها احسن تربيه، تسوي بعمرها كذي؟ يعني شلون؟ تبوني ما تحكي اشوف بعيوني واسكت؟ ما يصير يا يمه. يمه الموت حق، وما حد يموت قبل يومه يا يمه، ما حد يموت ناقص عمر يا يمه. يمه بذمتك الحين ابوي الله يرحمه مو كان قاعد ويانا على القدا شحليلاته وقاعدين نضحك ومستانسين ما في ادنات الدون؟ قال بقوم اروح الدار برتاح، وراح ينام ما دعد. الله يرحمه وقبض روحه لينا. وين الحين؟ وين لو موجود كان انا افتكيت. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يما اللي الله كاتب له عمر لو تقطينا بالنار يعيش. يما شليك انت يما؟ يما الله سبحانه وتعالى يقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، صدق الله العظيم. صدق الله، هذا كلام ربنا، كلام القران يا يما، ولا بعد عندك حكي ثاني؟ ونعم بالله، لا اله الا الله. انت ام، انت احلى ام واعطف ام واحب ام. انت مو المفروض تعطفين على عيالك وتحبينهم؟ يما انا بسألك سؤال. شنو؟ تسأليني سؤال؟ الحين اخر العمر ياتي انت تعلميني؟ يما ايش فيك؟ الحين بس زعلت. وعشتوا؟ زعلتي ما رديتي؟ قولي بس ايش عندك الزعل واصل الخشمه؟ والله يما احنا قاعد احاكيك وانت قاعد تزفيني وتخانقيني. قولي ايش عندك زي قولي. زين زين خلص بتحكي. قولي ترى ماني خلقيت. يما يلا بحكي عاد. يما بقول لك الحين لو انت يصير فيك شيء انا ويا مساعد اخوي شو يصير فينا؟ بعد هذه فيها منه؟ يما الحين انا قلت فيها منه؟ قاعد اقول لك انا ومساعد شو يصير فينا؟ ما يصير الا الخير، بتقعدون وبتجابلوني؟ هذا الواجب يا يما، ولازم نجابلك. يما انتم ميمتنا الغاليه الحبوبه العطوفه علينا يا يما. يما انا ومساعد والكل عيال امنا الغاليه الحبيبه الكويت. يما المحنه علمتنا دروس، علمتنا درس لا يمكن ننساه، علمتنا ايش معناه كلمه الكويت، ايش كثر الكويت غاليه. يما لازم نرد الواجب، لازم نخدم الكويت يا يما. الكويت الحين تنادي عيالها، ترضين ان عيالها يتخلون عنها؟ لا الكويت عزيزه وغاليه وكلنا نروح فدوى لها. الكويت ما بعدها كويت. علي شلون تبين مساعد ما يخدم الكويت؟ تبين مساعد يتخلى عن الكويت بعد؟ لا يا بنيتي، انا ما قلت ان مساعد يتخلى عن الكويت، لكن اقول يعني الا يما هذا واجبهم، والمفروض كلهم كل شباب الكويت والكل يوقف عشان يخدم الكويت يا يما. خلي مساعد يخدم الكويت بالطريقه اللي هو يحبها وهو اللي يعرفها.
يعني يا بنيتي صقر راح ومساعد لازم يتبعه. اوه يما انت ايش حق تفاضين على مساعد؟ هلا هالربعه يعني يا عين امك صقر ما تهنى بشبابه، مو راح فدوه للواجب، مو راح شهيد للواجب، مو يخدم في الجيش وراح فدوه للكويت. يما لو كلنا نروح فدوه للكويت فهي الكويت تستاهل يا يما. هذه الكويت يما، الكويت يما، الكويت اللي حمتنا وحفظت على كرامتنا يا يما. يما يما هذه الكويت ماكو مثلها. بصراحه انا ما اشوف في كلامك شيء، بعد اللي سمعته منك انا فخور فيك. طيب وشلون تفهم الوالده؟ عسره وحالتها حاله. ما تلام جرح حطري وتخاف عليك. يعني شو اسوي بالله عليك؟ قول لي. انا اقول تاخذها باللين، وانا واثق انك راح تقدر تقنعها. هذا اذا اختك مقنعتها بعد. بس هم استغنى عنك يا ابو وليد، تكفى ارجوك ساعدني. وبعدين انا اللي اعرفه ان الوالده تحترمك وتقدرك. الله يقدرني ان شاء الله. الله يرحمك يا وليد ويرحم جميع المسلمين يا الله يا رب. انت فكرك يا بنيتي ان انا اكره الكويت؟ لا والله حشا، انا وحلالي وعيالي ومالي كلنا نروح فدوه للكويت. احنا من غير الكويت ما نسوى شيء، احنا ما قصرنا بالاول حتى نقصر بالتالي. يا بنيتي انا ام انا وقلب الام انت تدرين فيه شلون، تدرين شلون يا امل قلب الام. يما يما الله يهداش ذكري ربك. يما يما الشهيد يا الغاليه، يما انتوا اللي علمتونا حب الكويت. اذا احنا فينا خير من فضل الله وفضلكم. وهكذا كانت معركة الكويت معركة الصراع بين الحق والباطل، وكانت الدنيا كلها ترهف السمع والقلب للبطولات النادرة التي سجلها أبناء الكويت حتى أيدهم الله بنصره. لقد كتب شهداء الكويت الأبرار بدمائهم الطاهرة أروع صفحات المجد. والحين يا بنات أنتوا في آخر مرحلة تعليمية لكم، أبيكم تقولوا لي شنو الدرس اللي تعلمتوه من الغزو الغاشم على الكويت. منى؟ تعلمنا أن الكويت تحتاج لحب العملي. إيش تقصدين؟ أقصد أنه ما يكفيني أقول أنا أحب الكويت أو وطن الكويت. اللي يحب الكويت لازم يعمل من أجله بكل إخلاص حتى لو ما يقول الشيء هذا بلسانه. أحسنت يا منى. تفضلي ليلى. علمتنا المهنة اللي ما يساعد نفسه ما حد يساعده. يعني شلون؟ لو أن الكويتيين ما اهتموا بوطنهم ولا حرصوا على استقلاله ولا التفوا حول رموزه كان ما حد اهتم في الكويت ولا سأل عنها. صحيح يا ليلى، الأمم كلها وقفت معانا وساندتنا وعملت من أجلنا لأن كلنا كنا كلمة واحدة. اسمحين لي أبلة؟ تفضلي. كلما زادت المحن حولها أو قسى الزمن أصبح الناس كلهم كلمة في فم الوطن. استشهاد في محله، بس منو قايل هالابيات؟ الدكتور عبد الله العتيبي ولحنها الاستاذ غنام الديقان وغناها الفنان شادي الخليج. بصراحه يا بنات انا فخوره جدا جدا فيكم، والحين الكويت صارت احلى واغلى فيكم. لا 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 اكيد فيك شيء، شكلك مو طبيعي. ها؟ اي لا بدينا. عسى ما في اي مشكله ولا شيء. ها؟ يعني بس قول يا اخوي صالح، محتاج فلوس محتاج شيء. رحت بعيد وايد يا اخوي. ايش فيك حيل؟ والله بصراحة الموضوع بخصوص عبد الله. شو عبد الله؟ يعني هو اشتغل ميكانيكي. ايه؟
ها اقولك اشتغل ميكانيكي تقول لي وبعدين؟ انا يعني قلت بشوف رايك قبل لا اروح للوالد. وش فيها يعني اذا اشتغل ميكانيكي؟ ادري بعد حكي الناس الكويت. الله هداك يا اخوي الصح له. الحين الكويت تغيرت مو مثل اول، ما فيها شيء وانا اخوك الشغل شرف. زين هو وين اشتغل فيه بالضبط؟ اشتغل بقراج. اي يعني مو عند الحكومه؟ لا لا، والصراحه يعني حاب هالشغله هذه من زمان، والحقيقه انا اللي شجعت عليها. كفو والله يا صالح، عفي عليك. زين سويت. الكويت محتاجه حق كل المهن، محتاجه حق كل الشباب في مختلف المهن. المشكله مو هذه. مشكله سبالنا. شلون سبالنا؟ واحنا شعينا من سبالنا الله هداك. خاف بعد سبحان الله. لا تخاف يا صالح ولا شيء، ارفع راسك وانا اخوك، والشغله اللي اشتغلها عبد الله شغله شريفه، المهم بس انه يتقنها. على فكره يا صالح، وين مكان الجراج اللي اشتغل فيه عبد الله؟ مدام أمل هني؟ اي مكتوب المكتب. اهلا. هلا 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 حبيبتي. هلا عبورة، تفضلي. شكرا. صراحة أبلة أنا جيت شوية مبكر.
ليش في شيء؟ صراحة أنا مستحية منك أبله. كبير فيش مستحية؟ في شيء؟ لا بس عندي شوية كلام بغيت أقوله لك. إي قولي. بصراحة أبله أنا وصديقاتي نحس إنك تحبينا وخايفة على مصلحتنا، وبنفس الوقت نحس إنك تبذلين مجهود كبير علشاننا. عبير هذا واجبنا. المحنة اللي مرينا فيها مو شوية علمتنا دروس كثيرة يا عبير. علمتنا شلون نحب الكويت، وحب الكويت مو بس بالكلام، اللي يحب الكويت لازم يثبتها بالعمل وبالجد. وانتو مستقبل الكويت ولازم انا اوقف وياكم. علشان كذي أبلة انا حبيت اقول لك انت الفكرة بالذات اذا تقدرين تساعدينا. وعلشان كذي يا عبورة يا شيطانة قولي لي يلا بسرعة. دورة اسعاف وتمريض داخل المدرسة. بس يا حبيبتي يا عبير الدورة هذه موجودة عندكم داخل المدرسة؟ اي أبلة بس مو كافية، لان الدورة اللي عندنا يعني شغلة نظرية ماكو شيء عملي. احنا محتاجين للشيء العملي، محتاجين نعرف شلون نعالج المجروح والمصاب، نعالج المغمى عليه. كل هذه الاشياء نصير عاجزين عنها بوقت الحاجة. الحقيقة يا عبير خوش فكرة، بس شلون طرت عليك؟ من اللي شفناه ايام الغزو يموت المجروح قدام عيوننا ولا احنا قادرين نسوي له شيء. كم واحد بواحد نزل واحنا نطالع ما قدرنا نسعفه او حتى نلمسه، نخاف يمكن نغلط، نرتبك، نطالع بعيوننا ونتحسر، الكل يصرخ من قمة راسه، ما حد قادر يتصرف، بس دموع وقهر وعجز. لو كان عندنا فكرة بسيطة بس كان قدرنا نتصرف أو حاولنا نسوي أي شيء علشانه. بارك الله فيك يا عبير، بس لا تعاتبين نفسك، ما حد يموت قبل يومه. صحيح يا أبله، بس الواحد على الأقل يحس إنه أدى الواجب اللي عليه، مو بس طالع بعيونه ومن غير أي فايدة. خلاص ولا يهمك، أنا فكرتك هذه راح أطرحها على الناظرة، والناظرة بدورها راح تطرحها على الوزارة، وإن شاء الله يصير خير. الكويت الصامد أصبح اليوم غنيا بأبنائه وبإيمانهم المطلق بأن بلدهم الحر في أشد الحاجة إلى تكثيف جهودهم، فراحوا يبذلون قطرات عرقهم في كل موقع على أرضهم الطيبة، في المدارس، في الورش والمصانع. ألو، هلا خالد، هلا عمري. شنو؟ بنطلع اليوم؟ وين بنروح؟ مفاجأة؟ خالد أي مفاجأة؟ أوكي خلاص، مفاجأة ولا يهمك، إن شاء الله راح أكون جاهزة. يلا مع السلامة. خالد وين رايحين؟ بودي السيارة جراج. وأنا وياك؟ إي إيش فيها؟ بس مالك عادة. ليش لا؟
يعطيك العافيه. كيف حالك؟ شلونك؟ سلام الساعه. الحمد لله. احسن معشر ان شاء الله. معشر معشر. صوت شويه مغلقني، نجيبها عندك الصبر. سياره؟ ايه. خلاص علي تفضل استريح وما يصير خاطرك الا طيب. تفضل. انا ما تشربون شاي بس. تفضل استريح. ماشي. نادم داخل روح. يلا والله العظيم. وليد السيارة جاهزة. اي شكرا. تفضل. تفضل عسى ما اخذت من بيش. جزاك الله خير. لا ابدا. طلع فيها يا طال عمرك فيها صوت التكايات قبل عيال الصبابة. انا الحين سويت فيها مؤقت تمام؟ جي فيها باشر عشان اكمل اخبارها يلا. اي كيف ان شاء الله. باشر ان شاء الله قبل اروح الجريده اطلها عليك. ماشي عيل. زين حسابك كم؟ حسابي لما اكملها وخلص. لا ما يصير. انا اكملها خليني اركب قطع الغيار ذيك ساعتين خير. على خير شكرا. ماشي؟ مشكور جزاك الله خير. شكرا يا ابو جورج. دهتيني الله يهداك، شنو هو؟ أنا أقصد الكويت، الحمد لله. ما فهمت. أنت فاهم، عبد الله ولد أخوك وعبير. شيء غريب. عبير؟ من يا عبير؟ عبير تلميذة عندي. اليوم كانت تكلمني عن دورة تمريض داخل مدارس الكويت. نفس الشيء، اليوم هم أشوف عبد الله ولد أخوك ميكانيكي ماهر. هذه ظاهرة صحية يا أمل 100%. الحين أحس أن فعلا هناك صحوة في الكويت. العمل اليدوي والعمل الشريف ما في أي شيء. أنا أتمنى أن الكثير من شبابنا يمتهنون العمل اليدوي. بدينا نتصرف عدل يا خالد. عمار عمار يا الكويت عمار. انقذني. تركل المهالي من راضيتي اندوختي وي. كلمة من اربع حرف. اخر حرفين الف وهمزة. غباء. ها؟
صراع؟ لين باء ألف همزة. اي والله غباء. عدل. أهنيك أهنيك يا أستاذ خالد. أستاذ خالد صور. أستاذ خالد الكلمات المتقاطعة هذه خذت مني تقريبا ساعة، أعتقد زمن قياسي مو كذي. ما قلت لك باباء، المهم خلنا من الخرابيط هذه وعطنا من وقتك دقيقة واحدة، باخذ رايك في مسألة مهمة. حمديك استاذ خالد، ترى انا داي يختوني حال كلمات المتقاطعة، ماني فاضي لك بنية. هذا انت ما تغير، هذا انت. مشروع ممتاز يا ابله وحلو وما غبي عليك، الكل موافق على الانضمام. يعني بالاجماع وباقتناع. وليش لا؟ ما دام رح نتعلم حرفة تناسب ميولنا قبل وقت فراغنا. اي صح ابله. بصراحة يا بنات ما تدرون ايش كثر حين انا سعيده وفرحانه اني اسمع منكم الكلام هذا واشوف فيكم هالحماس. انا احسدكم يا اهل هالجيل، لا تخافون، وبنفس الوقت انا اهنيكم من كل قلبي اني اشوف فيكم مستقبل ديرتنا. الله يحفظكم ويخليكم ويكثر من امثالكم. القهوه يا استاذ مايك. وين مهاله؟ وصل ان شاء الله. شكرا يا عم كمال. سلام لي. زين يبا هذا الاعلان وقريناه بعد ايه؟ هذا اللي قدرت عليه؟ انت صحفي انت؟ الله يقولهم. ليش؟ ماجد يعني الاعلان ما اثار انتباهك بشيء؟ لا لا ابدا. شكو؟ معقولة؟ انت سألتني وانا جاوبتك. بس يعرف اجابتك فيها نرفزة. لا يبا لا لا، خلنا بعيدين عن نرفزة. ماجد انا بيك تشغل هالكور. لا اله الا الله، رديت على هالكور؟ يبا خلي الكور هذا حق الكلمات المتقاطعة، مو لحل لغز الاعلان. استاذ خالد. نعم. مدير التحرير عاوزك. ان شاء الله قول له على طول. هذه طردة يا شنمي. طردة ولا مطردة؟ يلا قوم قدامي. يلا يبا. تدري يا استاذ خالد، انا اعجابي فيك قاعد يزيد يوم عن يوم. انت فعلا انسان ذكي ولماح، وهذا اللي يميز الصحفي المجتهد عن غيره. شكرا استاذ خليل. الحقيقه يا استاذ خالد انا شخصيا متشوق للموضوع وايد، وكل امكانيات الجريده تحت امرك. اذا حبيت تبتدي من الحين ما في مانع، ترى المصور جاهز والمركز في انتظارك. يا حبيبي ما عندي وقت يبا، نقلني الخبر انت مالك شغل. ايوه ايوه ايوه. ايش حالك انت؟ انا ترى اروح اتحقق من الموضوع بعيد. ايوه لا لا لا، مالي شغل انا بالاموري. عطني بس نقلني الخبر، مالي شغل. ايه يا حبيبي اعتبر الموضوع منتهي بس بالك شوفوا. ايه زين، ابي اسم المسرحيه شنو؟ شنو؟ الفرح الاسود؟ شنو الفرح الاسود؟ شنو اسماء غريبه هذه؟ ايه لا يبا لا 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 لا، غير مسرح، غير غير. شنو الفرح الاسود يبا؟ بس ما غام سمعت الشر يبا كله مآسي. عطنا ضحك، عطنا عمل في ضحك. اي اي غير غير اسمي. ايه لا لا مالك شغل حبيبي، انا فطرت موضوع وخليه من الصفحه. ايه لا 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 خاف يبا ماجد، انا حبيبي مالك شغل. ايه اعتمد اعتمد على روحي. اهلين حبيبي. مالا هلا 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 خالد، متني من عطني هي من اخر الخبر وخلصني. شو اسوي يا خالد يا اخوي؟ كل منتج عنده عمل، تعال نزل الخبر قبل الثاني. شو اسوي يا خالد؟ ذمتك خالد، لو انت مكاني شنت راح تسوي؟ احضر كل عمل مسرحي واشوفه بنفسي. يا خالد اذا بطبق الكلام اللي تقوله انت ما راح اخلص. هاي المعنى هذا انك راح تكتب من فراغ؟ لا لا شوف فهد، لا تخاف علي، من فراغ ما راح اكتب. المسوده موجوده، خبر راكبه من يمين وخبر راكبه من شمال، وصوره موجوده والشكل. اطلع لك موضوع من احسن ما يمكن. شوف يا خالد، الناس الحين تبي شنو اهتمامها الاكثر؟ نعم الصوره. عطها صوره بس، ما يبون كتابه. تبي الصج؟
بس يا خالد ابي الصج من غير غلط. لا صحيح ما يلحق ما يزعل. انت يبي لك درس في الصحافه وانا اللي بعلمك. قوم معي. انا يبي لي درس؟ قوم قوم. يلا تعال. انا الحين ممكن اعرف وين تودينا انت؟ انا بروح مركز الكويت التدريب وابيك تيجي معي. مركز الكويت التدريب؟ اي نعم. ايش حق يا ولد؟ حبيبي شوف يا ولد انا عندي اقتراح احسن. تفضل. امس في البدايه توديني المسرح. ايه. اروح اشوف المسرحيه واكتب عن المسرحيه وانت تروح المركز تشوف خالص من المركز تجيني وتاخذني بس. انا ما عندي مانع بس بشرط. انا موافق بس شرطك هذا ما وافق عليه. ابي ايش بتقول لي؟ بتقول لي تعال وياي المركز ما اروح. لا 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 ما انا قاعد تعال معي المركز. شنو؟ انا بيك تحضر المسرحيه تشوف الممثلين تشوف الديكور وتكتب عن كل كلمه صدق تقال المسرحيه مو تكتب على هواك لا حسب ما تشوفه بالضبط. يعني الحين انت لازم تمسكني من ايدي اللي تعورني؟ ما تبيت فيك شو اسوي فيك بعد؟ يلا يلا خالد. نعم. وتساني. لا ان شاء الله على اي والله معود كامل. راشد بكره ها؟ قطونا على صخر. لا لا بس الله الله في الوقت الله تستعين عليه. ابشر. يلا سلام. شكرا بس قبل لا نبدا الحوار الله يخليك خلي المصور ياخذ لنا كم لقطه. اي السكرتير عندهم خبر. تفضل. ممكن نبدا استاذ محمد؟ كم عدد الاقسام اللي موجوده عندكم هنا في المركز؟ الله يسلمك عدد الاقسام تقريبا 11 قسم. نعم. يعني راح اقولهم لك مثلا عندنا صيانة التلفزيون، صيانة الروادو، عندنا لحيم، عندنا ميكانيكا سيارات، عندنا ميكانيكا ديزل، عندنا لحيم سيارات، تكييف، تبريد، نجارة، نجارة ديكور. هذا المركز مقتصر على الشباب من الرجال فقط؟ طبعا المهن هذه خاصة للشباب بس، لأن المهن هذه ما تساعد الفتيات، لأنها كلها أعمال ثقيلة. ما ارغب الذل. انا لازم اطلع، لازم الحق بالجيش الكويتي اللي في السعوديه. يا يما انا خايف عليك. لا تخافين يا يما، انا واخواني. انت لازم ترفعي راسك لفوق. لا تخافين يا يما، لا تخافين، لا تخافين. ممتاز. حلو، اهنيك. تمام. انا متاكد يا استاذ ماجد ان الفصل الثاني والثالث ما يقل عن الفصل الاول. نعم. عارف شلون؟ وتقدر تحكم نفسك. استاذي الحقيقة أنا حكمت على العمل بالكامل من الفصل الأول. فصل أول. إي نعم خلاص أنا شفت الفصل الأول خلاص راح أحكم المسرحية بالكامل. عموما أنت الآن مهمتك سهلة جدا. اللي عليك تكتب لي المسرحية عرفتي وملخص عن العمل بالكامل والباقي علي. لا 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 توصي. وبالنسبة للممثلين؟ أيضا لا توصي. لا تخاف. أنا راح أكتب المسرحية وراح أكتب لك الممثلين وأدائهم. تمام. بالكامل. إيه؟ انت اللي عليك استاذي تعطيني اسماء الممثلين. تمام. كلهم عرفتي وين؟ خاصة اللي قامت بدور الام. حقيقة انا اهنيك. تمام. اهنيك قنبلة الموسم بدور الام. تمام. ممتاز. عموما استاذي واللي توصي عليه طبعا الممثلين يعني
الشكل يمين شمال ايضا عطنا اسمائهم والباجي عليك. الحقيقه يا استاذ ماجد مو وقت الحين حقيقه الحقيقه يبا عطني الحين الاسماء عطني المسرحيه بالكامل وما لي شغل عكس يبا عسى ما اشر يا استاذ ماجد. ذبحنا هذا راشد ذبحنا تاخر علينا الله يسامحك. الله يسامحك يا خالد. كم عدد الطلبة عندكم هنا في المركز؟ والله يسلمك تقريبا 300 طالب. كم سنة مدة الدراسة في المركز؟ الله يسلمك عدد مدة الدراسة في المركز سنتين. نعم. تتقسم إلى أربع فصول. الفصل الأخير يعتبر مثل ما تقول تدريب ميداني. عقب التدريب الميداني نعم نوزعهم على الوزارات والأماكن المحتاجة لهم. والله بصراحة يا أستاذ محمد اللي قاعد أسمعها شيء جميل الله يعطيكم العافية. وإن شاء الله من خلال المركز هذا نستطيع أن احنا يعني نكون كادر ويكون عندنا اكتفاء ذاتي بالسوق المحلي. إن شاء الله إن شاء الله يا أخ خالد. الحقيقة يا خالد المكسب الحقيقي هو الإنسان. الإنسان الكويتي مساهمته ببناء بلده ووطنه هذا هو المكسب الحقيقي. طيب شكرا يا استاذ حمد. حياك الله يا هلا. عندما شلنا الجاردن عمود الجاردن نبدا الحين نضخي على كراسي الدايم يعني جسم المطلوب. شوف هذا عندنا البرقي مال الدايم. اي نعم مال الدايم راح نشوف. مش لحلك بعد فتره هذا مو طبيعي راح ينزل الزيت. راح يقول ان شاء الله فك الجيم ويشمل مال الدايم. ثلاث شات كبير. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا بك يا استاذ. يعطيكم العافيه. هلا استاذ. هلا استاذ. شو رايك يا شغل؟ والله الحمد لله. كمان كيف صار لك تشتغل هني؟ والله ثلاث شهور صار. اي ما شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. ناوي ان شاء الله بعد التخرج شو تسوي؟ ان شاء الله اذا الله وفقني ونجحت ان شاء الله افتح لي ورشه على قد الحال واشتغل فيها ناخذ خبرات. كفو كفو. يلا الله يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه. هلا الحبيب السابق طبعا لا تصيني انت عارف ان انا قلم يقطر وعسلا. نعم اشكرك يا استاذ ماجد. مثلا مثلا لا لا بالعكس بالعكس لا تصيني استاذي. انا طبعا يشرفني اول مره اتبع المسرحيه انت مخرجها. الله يسلمك يا استاذ ماجد. هلا هلا لا تنسانا يا استاذ. ابشر ابشر من عيوني. سمير ابيك توصل للاستاذ ماجد اللي يريده وتجي بسرعه. حاضرين ما يهمك. تفضل تفضل. تفضل. يا تفضل.
خالد، بصراحة خوش موضوع، صدق انه هو موضوع الساعة. الحقيقة زيارتي للمركز أتلجت صدري. الكويت يتغير يا خالد، صار أسرة جديدة لخدمة الكويت. هذه حياتنا الجديدة يا أمل. خطة صحفية رائعة. خالد إنسان صادق في مهنته. فعلا إن الصدق أكثر طريق للإقناع. ولا أنت لك رأي ثاني يا أستاذ ماجد؟ أنا كلامك محله. الكويت، الكويت محتاجة للصدق بكل شيء، حتى بالتعبير عن حبك لها. تفضل. ايش فيك؟ ما في، بس اكتشفت الحقيبة. على حقيبك وين؟ الكذبة الكبيرة اللي كنت عايش فيها. استريح استريح. استاذ خالد، الكل تغير. الكل له نظرة جديدة، اسلوب جديد، صيغة جديدة. إنه أنا ليش؟ أنا كويتي. من قال الحكي؟ ليش أنا مقصر؟ لأنك أنت بخيل. أنا بخيل؟ نعم. أنت بداخلك طاقة إبداعية كبيرة، لكن للأسف ما أنت قادر تستغلها. علشان كذي أنت بخيل. أستاذ خالد، اسمح لي أقول لك، أنت تنقصك الشجاعة الكافية. تنقصك جلسة صدق مع نفسك. وإذا جلست جلسة صدق مع نفسك راح تعرف كل شيء. وإذا عرفنا السبب بطلوا الفجر. وأنا بالفعل يا أستاذ خالد قعدت مع نفسي. والنتيجة؟ حددت سير حياتي. تمام عظيم. أستاذ خالد، الموضوع اللي كتبته عن المسرحية أوقات نشره. حلو. وراح أعيد كتابة مرة ثانية وثالثة ورابعة، وراح أكتب اللي يملي عليه ضمير. حلو. أستاذ خالد، أنا راح أحضر المسرحية مرة واثنين ثلاثة لين استوعب العمل بالكامل. بعد ذلك راح اكتب رايي بكل صدق وامان. حمار حمار يا كوي. خلاص ماكو فايده. ايوه ارجوك. ماكو فايده. انا قتلت بدي منك. ارجوك ابد الكلام وياك ضايع بالمره. ارجوك يا وتهمني واسمعني. شو اسمعك؟ اسمعك اسمعك. الكلام اللي قاعد تقوله هذا مو معقول اصلا. ولا يدش العقل صراحه. اي صراحه يا صراحه. الصراحه هذه تخليك ترفض منصب كبير بالشركه. يعني ماني قادر. ماني قادر يا يبه. يعني فكرك والله شلون تبيني حتى واعبر عن اللي بقلبي. تفضل يبه. صراحه انا ماني معترض على الشغل بالشركه. بالعكس انا سعيد بالثقه اللي انت معطيني اياها. طالما انك انت سعيد بالثقه اللي انا اعطيتك اياها. ترى قضيه ليش؟ انا ارفض علشان شيء واحد بس، على الوظيفه اللي انت محددها لي. انا ما حددت لك وظيفه فراش. انا محدد لك مدير. مدير؟ تعرف شنو مدير للشركه؟ ادري يا ايوه. هذا سبب اعتراضي. انت ما كنت تدير الشركه قبل 3 سنوات من الغزو؟ الى حد ليله الغزو ومديرها. شو اللي تغير بالله؟ قول لي. انا اقول لك شو اللي حصل. انا قبل الغزو كنت منظر. كنت برمؤات. مجرد اني اوقع بس هذا المدير. المدير يوقع حد؟ لا يبقى اكو بالدنيا مدير لا يعرف اي شيء، ما عنده لا خبره ولا درايه. يا يبقى يا ولدي الشركه كانت ماشي على حسب الاصول وارباحها تزيد يوم عن يوم. شو اللي تغير؟ انا اقول لك هذا فضل اللي حواليه. يا يبقى مو على شان المدير. لا لا هذا فضل الموظفين اللي يشتغلوا فيها من الفراش الى نوع هذا المدير. وانا بس وانا يبا كنت الوحيد اللي ماني فاهم اي شيء بالشركه. وخلاص خلاص يا يبا خلاص انا تعبت ومليت ويا الوقت اللي اطارت فيه. يبا صراحه انا كنت قاعد بمكتب ديوانيه. اي نعم ديوانيه. علشان نتجمع انا والبدر علشان نحدد وين بنروح وين بنفهم. عجيب اكيد كل هذا حصل بالشركه وانا اخر من اعلن. يعني انا طول اللي قاعد. هين هين يا عدول يصير خير ان شاء الله. الو
يسلمك. انتو شلونكم؟ الحمد لله احنا بخير. خالد؟ عمي خالد مؤلم. تبنى قصر؟ هذا لك؟ ان شاء الله عمي. ان شاء الله. حاضر. مع السلامة عمي. يمه حتى انت بتقالك في بنيه يمه. يا هادي يا ولدي ابوك يدور على مصلحتك يا رزق بعيون الناس. يا يمه ارجوك ارجوك. شو منين؟ الحكي هذا خلاص انتهى وقت وفاق. هذا الحكي قبل الغزو. الحين خلاص الحين يا الوقت اللي لازم اوجه نفسي فيه واشوف نفسي بالمنظره واحكم عليها انا بنفسي. وش اللي شايفه يا عادل؟ انا اقول شو اشوفه؟ اللي اشوفه يا يمه اني انا اصعد السلم خطوه خطوه. انا ادي ابدا من الصفر. يا يمه والله العظيم ارجوكم تفهموني وتصدقوني. انا ماني معترض على شغلي بالشركه، لا انا ابي ابدا موظف بسيط بالشركه علشان اقدر اتمكن. وانت مكنت عرفت كل صغيره وكبيره بالشركه، واذا وصلت اللي انا ابيه يا يمه اقدر استاهل، اقدر اطالب بحقي بإدارة الشركه واقدر نفس الوقت انفذ رغبه ابوي. يمه يمه ارجوك واللي حمالي انش حاولي انت الحين ابوي فكرتي. هذا اللي كنت خايفه منه. يا هادي يا ولدي ابوك صحته مو مثل الاول. انت عارف ان صحته تعبت وايد ايام الغزو. انا لا اعيد هالايام. عشان جدي ابيك يا عادل انك تراضي. انا خايفه لا شغله شيء. يمه ترضيني اني اخدع وقت على نفسي يا يمه. يمه يمه المساله خلاص هي مو مساله عواطف، المساله ان احنا لازم نحكم عقولنا. ولا فهميني شنو استفدنا من الغزو؟ يمه انا ابنك وين رايح يا عادل؟ يمه ارجوك روح حق اخوي خالد هو الوحيد اللي يقدر يفهمني. خالد عسى ما شر يمه. عادل مو قادر يفهم ابوك عن موضوع الشركه. ما عليك خلي الموضوع علي انا. عادل وينه؟ طلع قال انه وياك الحين. مع السلامه. طلع. ها؟ والله يا خالد انا ماني عارف شو اسوي وياه. ماني عارف شلون اتصرف وياه. شايفه يا ابو خالد؟ شايفه؟ انت اللي تقولين هالكلام يا خالد؟ جيب لي واحد قريب يدير الشركه وانا الحفظه عندي ولد يمشي على ذنبه. يا ايوه يا ايوه ارجوك ارجوك اعطني فرصه.